أسامة في موقف محرج بسبب أصالة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. تفاعل اليوتيوبر أسامة مروة بالأمس بمجموعة من الستوريات، صرح من خلالهم أنه أصالة طلبت منه يشتري له شنطة جديدة، وأسامة حط شرط لأصالة إذا الستوري تبعه وصل لمليون فيوز راح يشتري له الشنطة. ها؟ شو حتشتري شنطة؟ بلشنا كلهم والله عم يبعثوا لي، قال خلي أسامة يجيب لك شنطة. رأيكم؟ شو رأيك إذا هاي الستوري بتوصل؟ تخيل مشان أنت ربحت. بسن كلوديا اعملوا شير اعملوا شير لهالستوري. اذا هالستوري بتوصل مليون ونص فيو انا حجيب لاصاله هديه. وين اصاله؟ no. yes. ليش ما بيبي عندك مليون ونص؟ روح يقولي عندك على كاب. ايضا غيث مروان كشف عن سبب سفرتهم مع بعض الى لندن. لا والله طبعا لنشرح لكم شو فكره هالرحله. انس بالغلط حكى لنا انه بده يطلع. شو رايكم نسافر مكان؟ يلا ثاني يوم لقينا جروب. ننهي فقط لأخبار بستوريات لينا ولين محمد. كيفكم؟ جات لكم أنا بالسيارة. سو اللي صار إنه أنا هلأ بسيارة مصطفى. خلات مصطفى ياخد سيارتي لحتى يشوف ليها إذا هي خربانة ولا أنا الخربانة، وعم بفكر إنه هي خربانة. فما بعرف شو صار فيه، هو راح يعمل مشاويره بسيارتي. بعدين اتصل لي بيقول لي إنه تعالوا بدنا ناكل بمطعم.